هل يجوز بناء مسجد في القبر أم يجب هدم القبر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. لا يجوز بناء المساجد على القبور، لا القبر الواحد ولا أكثر من قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك أشد النهي وحذر منه غاية التحليل حتى وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم وهو في سكرات الموت يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولما أخبرته بعض أزواجه عن كنيسة وعتها بأرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء الذين يبنون المساجد على القبور. ولا يجوز اتخاذ القبور مساجد، لا بالبناء عليها ولا بالصلاة عندها ولا يبنى مسجد. تحري الصلاة عند القبور أو تحري الدعاء عند القبور كل ذلك من وسائل الشرك نهى عنه صلى الله عليه وسلم، عن اتخاذها مساجد المنهي عنه في الأحاديث الصحيحة. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله لأن ذلك وسيلة للشرك، فالواجب تجنب الأمكنة التي فيها قبور وبناء المساجد في أمكنة خالية من القبور. وإذا بني المسجد على القبر وكان القبر قديما فإنه يجب هدم المسجد، وإن كان الأول المسجد ثم دخل فيه الميت من جديد فإن الواجب نبش القبر وإخراجه من المسجد. الحاصل أنه لا يجتمع مسجد وقبر أبدا، ليس هذا من دين الإسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.